السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا أخوة يا أخوات؟ صوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله معنا في هذا اللقاء، خامس من لقاءات مقرركم السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا نحن وإياكم في اللقاء السابق نتحدث عن ماذا؟ هيا أخوان، هيا أخوة يا أخوان، تحدث عن ماذا؟ أي نعم، شرك يا عبد الله، الهجرة إلى الحق. أي نعم، إذا اليوم تحدث عن الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو الإسلام قبله حمد. طيب فلنبدأ. أقول بالله التوفيق، في السنة السادسة من البعثة حدث في مكة حدثين مهمين كان بسببهما قوة للمسلمين، كان بسببهما قوة للمسلمين. الحدث الأول اللي هو نعم يا ماجد إسلام وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وبعده بأيام إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح. طيب نتحدث عن إسلام حمزة. حمزة ابن عبد المطلب، لو سألتكم ما هي صلة القرابة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم يا عبد الله، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أخوه من الرضاعة. حسن، كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أخو أبوه ليس الشقيق، وأخوه أيضا من الرضاعة، وأخوه من الرضاعة. كيف أحلم حمزة بن عبد المطلب؟ في البداية من هو حمزة؟ حمزة يعني في بداياته أو من خلال الروايات تحدثت عن بدايات حمزة، فلم تظهر رواية أنه كان من المعارضين للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمر دعوته، يعني مثله مثل أخيه أبو لهب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو لحمزة بن عبد المطلب. لم تكن له معارضات أو مواجهات، أو وردت روايات أنه كان يعذب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يهتم بهذه الأمور.
ليس مثل مثلا أبو لهب مثل عمر مثلا الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم، كان شديد الأذى على المسلمين في العمر. الصوت واضح يا نورة، الصوت واضح، الصوت يا أخوان الصوت واضح. أنا بتوقف، أختنا نورة الشهري تقول الصوت يقطع. واضح يا أخوان؟ طيب وعند رب تعود. ومثله مثل عمر بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم، مثله خالد بن الوليد قبل أن يسلم، لم يكن يعرف عنه شيء من ذلك. طيب كيف دخل الإسلام في قلبه؟ يبدو أن الإسلام تدرج في قلبه، لكن الشرارة التي أدخلته في الإسلام هو ما جرى بينه وبين أبي جهل. أحد يعرف اسم أبو جهل؟ حسان اسمه، نعم يا عبد الله، حسنت ما شاء الله عليك. عمرو بن هشام، أبو الحكم عمرو بن هشام. يقال أن كما جاء في رواية أن حمزة ذهب للصيد، يقول أنه كان رأي صيد ومقناص وقنص وكذا، ما كان يهتم بأمر الإسلام وكذا. فلما رجع إلى مكة طاف حول الكعبة، وكانت هذه عادتهم إذا دخلوا مكة يطوفون حول الكعبة. فجاءت إحدى الجوار يعني خادمة أما عبدا، فأخبرت أو ربما يعني أنها صغيرة أو جارية صغيرة، لكن الله أعلم أنها الشاهد أنها جاءته امرأة إلى حمزة بن عبد المطلب وأخبرته بما رأته في مكة. قالت إني رأيت عمرو بن هشام يعني أبو الجهل قد آذى ابن أخيك، يعني تكلم عليه وآذى وسوى وفعل. تقول ولم أجد له مناصر، ما لقيت أحد يناصر أخوك أو أفضل. أي نعم أخوك من الرضاعة، أحسنت يا مال. هنا جاءته أو ظهرت عنده البوادر العصبية القبلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم حمزة من بني هاشم، وأبو جهل كان من بني مخزوم، كلهم من قريش، لكن هذه من بطون، هذا بطن وهذا بطن. فجاء وبحث عن أبو جهل فوجده جالسا بين قومه، فجاء وأخذ رمحه وضرب رأسه حتى شجه يعني جرحه، وكان يقول هو يضرب ويتلفظ عليه يقول أتضربه وأنا على دينه. وش يقصد حمزة لما قال تضربه وأنا على دينه؟ معاند أسلم عصبية. قال حميم أي أحسنت يا عبد الله. قال تضربه وأنا على دينه، يعني تقول تضربه يعني قال أتأذيه يا أبو جهل وأنا مسلم مثله؟ وهل كان صادقا في ذلك يا أخوان يا أخوة يا أخوات؟ نعم أحسنتم، لم يكن صادقا، يعني لم يكن مسلما في ذلك الوقت. كيف مسلم؟ من جاءه الإسلام؟ لكنه قاله من باب العناد ومن باب العصبية، كذا يعاند أبو جهل. قال يا أخي تضرب ابن أخي وأنا مسلم مثله؟ هو لم يكن مسلم بس فقط قال عنادا، لكنه مع الوقت حصل إسلامه وثبت الإيمان في قلبه، حتى أنه كان يلقب بأسد الله، ولقب بما بعد غزوة أحد بسيد الشهداء. واضح يا أخوان؟ واضح يا أخوان؟ بعده يقال بأيام أسلم عمر بن الخطاب. طبعا عمر بن الخطاب من هو عمر بن الخطاب؟ بني علي من إحدى قبائل قريش، كان له مكانة بين قريش، حتى أنه كانت وظيفته في قريش أنه بيده السفارات، سفارات المراسلات المفاوضات هذه يا أخوان. لم تأتي بهذا المعنى.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد الأذى على المسلمين قبل أن يسلم. ما في أدلة تودّى من عمر بن الخطاب، حتى أقرب الناس تودّوا منه أو تأذوا منه. حتى أن رجلا بلغ في أي نعم أحسنت يا عبد الله يسلم، هذا فيما بعد ليس لا سوف أذكر يسلم عليك. حتى أنه بلغ من شدة أداه ونكس الناس من أن قال أحدهم لما زوجتي أو تطمعين في إسلام عمر، والله لو أسلم إمام الخطاب لما أسلم عمر، شدة اليأس. وفي يوم من الأيام يا أحسنت يا عبد الله طلع عمر، يعني شوف كده من اللامبالاة، وشوف كيف شدة الأذى والحالة التي وصلت به عمر، طلع فيه ويوم مع سلاح سيفه، فقابل واحد الأشخاص من أهل مكة، قال إلى أين يا ابن الخطاب؟ قال إلى هذا الذي فرق بيننا وسب آلهتنا وقلل من شأن أبانا. قال من تقصد؟ قال محمد حتى أقتله. استغرب على الرجل، قال يا ابن الخطاب تظن من بني هاشم بيتركونك هكذا تقتل محمد دون ان يفعلوا له شيء، يعني دون ان يحمونه او يتأروا له؟ قالوا ان كنت تريد فعلا ان تنتقل من المسلمين فدونك اهلك، يعني يلا ورنا شطارتك على اهلك او ارنا قوتك وحزمك على اهلك. قال من أهلي؟ قال زوجتك أو عفوا قال أختك لفاطمة بنت الخطاب، وزوجها أسلم. طبعا مقولة هذا الرجل لعمر بن الخطاب، يعني سوف نقول لكم هالعبارة، كأنه قصفه في جبهته أو طعنه في قلبه، يعني كأنه يقول أنت الآن جيد على الناس تؤذيهم وكذا، لكن أهلك مخليهم. غضب عمر بن الخطاب بسبب هذا الكلام الرجل، يعني أنا أروح أذي الناس وأفعل كذا بسبب إسلام وأهلي مخليهم هم مسلمين يعتبرون الإسلام عدوا لهم. رجع غضبانا لبيتي أختي فاطمة بنت الخطاب، طرق الباب وتعرف يعني شو اللي صار، طلع أول ما طلعت من غير فطام شطع على وجهها وأذاها. طبعا لما رأى بهذه الحالة كأنه رقى أو كأنه ندم، مبرق نقول ندم نسوى كذا. وليش ندم يا أخوان؟ ليش يا أخوة يا أخوات إنه ندم؟ هذا مهم وهذا من أخلاقه والشيء من العرب. غير أخته يا عبد الله، شيء مهم، امرأة زينب أحسنتي نخوة، كيف نخوة؟ طيب أنا أجيب، كان العرب يترفعون عن أذية المرأة، مو بأذية المرأة، أيوة يستقوي على المرأة. يا سلام عليك، جاوبت أختنا زينب أحسنتي، وأيضا أنت يا ماجد، ما يستقون على الضعفاء باختصار، يترفعون عن مرض المرأة، الطفل، يرون أن ذلك ضعف فيهم، لأنه يجعلهم أمام الناس ضعفاء، يعني كالناس لو رأوا ماذا يقولون عنه؟ لو صرت قوي لما استقويت على هذا الضعيف، لو واجهت قويا مثلك فكأن ندبت يترفعون على ذلك. كأنه بيقول عمر بن الخطاب ما سوف يقول الناس عني إذا رأوني بهذا الحال، إذا ضربت أختي وضربت مرأة. هذا جلس في بيته وقال أنا سمعتكم تقولون أشياء الزوج هين رجل لرجل يا عبد الله، هذا شيء ثاني، لكن أخته هذا هو المقصود من كلامي. قال إني سمعت سمعتكم تقرؤون وتقولون كلاما، ما هو؟
ما هو قالت إنه القرآن وكذا، قال أعطوني إياه فرفضت، قالت إنك نجس وكذا، لا يصح لنا أبكية. المهم راح اغتسل يعني، وأعطته جزء من صورة، أو أعطته صورة طاهرة. طيب غريب، ليش ما أعطته القرآن كامل؟ ليش بس ما أعطته إلا طاهرة؟ سؤال مطروح لكم، صورة طاهرة ليش ما أعطته القرآن كله؟ ليش ما أعطته الفاتحة مثلا؟ ليش ما أعطته القرآن كامل؟ السلام عليك يا عبد الله، يا السلام عليك يا عبد الله، يا السلام عليك يا عبد الله. وش يقول عبد الله؟ اسمعوا وش يقول او اقرأوا ما يقوله. كيف يا عبد الله؟ ما فهمت. عبد الله اخوي عبد الله، طيب ما ادري شكله معلق عنده. القرآن نزل مقطع، يسمونه منجما، نزل القرآن منجما يعني على مراحل، غير انه ما نزل كاملا، غير انه ما نزل كاملا. هذا اللي جاب دقيقة يا اخوي عبد الله، وايضا الاخوة والاخوات اللي معنا، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. اي نعم، هذه سورة طه. القرآن على وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجموعا. كيف لم يكن مجموعا؟ بمعنى أنه لم يكن في المصحف واحد في مكان واحد، كان مجزأ. تشوف عند هذا الرجل سورة البقرة، بس يملك سورة البقرة، والثاني عند البقرة وآل عمران، وآخر عنده مثلا ثلث القرآن، وغالبيتهم كان يحفظه. متى اجتمع في مكان واحد؟ اللي وحسنت يا اخوي حسان في عهد عمر بن الخطاب، في عهد ابو بكر الصديق، جمع القران في مصحف واحد. لذلك والله على المربما ان فاطمه ما كان معها الا طه، سوره طه بس، ولو كان غير العاطفيه. فهمتم ما اقوله يا اخوان؟ هاي يا اخوان، فهمتم شو اقصد؟ أين؟ سأل عمر بن الخطاب أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه موجود في دار الأرقم، ابن أبي الأرقم. قلت لكم أن هذه في الدعوة السرية، وأيضا يبدو أنها استمرت حتى في الدعوة الجهرية، كانوا يجتمعون فيها. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه عمر بن الخطاب، طرق الباب. طبعا يبدو أن عمر أسلوبه وحالته، وهذا هو الواقع، أسلوبه وصفاته وطبعه، شدة فيها، شدة فيها غلبة. فجاء طرق الباب بالقوة، فجاء أحد الصحابة أراد أن يفتح الباب، فرأى عمر فخاف منه، عرف أنه بيجي لأذيه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال أن هذا عمر جاي بإذينه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وفتح الباب، أول ما فتح الباب مسك عمر مع صدره، قال أولست ملتهب ابن الخطاب أو تنتظر تأتيك صاعقة؟ يعني بدأ يهدد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول إلى متى أنت يا خطاب تأذينا؟ تنتظر حتى يعاقبك الله؟ فقال إني أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في السنة السادسة من بعده، بعد إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. طبعا تغيرت أحوال المسلمين بعد إسلامهما، جاء أصحاب المسلمين عزة، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، قال ما زلنا عزة منذ أن أسلم عمر. قال صهيب الروم لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودري إليه علان. ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل استبشر أهل السماء بإسلام عمر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى. لا، الدعوة الجهرية بدأت قبل إسلام عمر. أرسله خطاب بن الأرت. أي نعم، أهي السلام عليك، ذكرتني. هذا الذي كان مع فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، ابن عمه، ابن عمر، عم عمر الخطاب،
كانوا اللي هو فاطمة وسعيد بن زيد وخباب بن الأرت في البيت يقرؤون القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أو يتمنى إسلام عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل. ماذا كان يتمنى إسلام أحد هذا الرجلين؟ لأن فيهم شخصية وفيهم قيادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إذا أسلم أحدهما سوف يعتز الإسلام. وهذا الذي صار، كان أحب العمرين الذين تمنى عمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أحدهما اللي هو عمر بن الخطاب. طبعا عمر بن الخطاب ظهر شأن فيما بعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلافة الراشدة. أنا عندي دراسة يبدو أنها سوف تنشر قريبا، وجدت أن نصف المعارك أو نصف الفتوحات الإسلامية التي قامت في عهد الخلفاء الراشدين كانت فقط في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا يدل على الجهد المكانة أو الجهد الذي بذله إثنان في نشر الإسلام أو في ما يعرف بالفتوحات الإسلامية. نأتي الآن إلى وفاة أبو طالب من الأحداث المهمة في السنة العاشرة. طبعا استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، كان يستغل المواسم إلى مواسم الحج ومواسم الأسوار وغيره. وفي السنة العاشرة من البعثة حدث النبي صلى الله عليه وسلم حدث أثر فيه كثيرا، أولهما اللي هو وفاة عمه أبي طالب، وثانيهما وفاة زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. سوف نعلق على مصطلح عام الحزن، مو صحيح عام الحزن يا زينب، الآن بعلق عليه. أدركته الوفاة، التعب، مريض، يقدر مع أبو طالب مريض والتائب، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرض عليه الإسلام. والذي يظهر أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي المرة الأولى التي يعرض عليها الإسلام أو يعرض الإسلام فيها على أبي طالب، بل السنة العاشرة من البعثة. أنا وش قلت؟ السنة العاشرة من الهجرة ولا؟ نعم، السنة العاشرة من البعثة. لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد في سنة واحدة. نعم يا ماجد، في بل يقارن بينهم أيام بس. هذا مات في يوم، وبعد ثلاثة أيام ماتت خديجة. وقال هذا في الرواية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، وكان عنده أبو جهل وشخص آخر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على أبي طالب. يا أبا قل لا إله إلا الله، كلمة الرحاج لك بها عند الرحمن. وبدأ يعرض عليه الإسلام ويقنع. كان مباشرة يقاطع أبو جهل وتدخل، قل يا أبو طالب أتذر ملة عبد المطلب، تترك دين أبائك وأجدادك؟ فيرجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويلح عليه، يا عما قلنا إلى يرد أبو طالب، عفوا أبو جهل، أتترك وتذر ملة عبد المطلب؟ صار بينهم نقاش أو جدال، النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وأبو جهل من جهة. اشتد النقاش على أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على إسلام عمر أبو طالب، وأبو جهل كان أيضا حريصا على عدم إسلام. وفي الأخير قال أبو طالب، وش قال يا أخوان يا أخوة يا أخوة؟ قال أحد يعرف؟ حسان، نعم حسن، ما شاء الله عليك يا حسان. لا هذا بعدين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبو طالب وش قال؟ سنت يا ماجد. ها وينكم يا فاش؟ إنه على ملة عبد الوهاب. السلام عليك يا منال. منال هذا هو
قال هو كما جاء في الرواية هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. وش الأصح في الرواية؟ طبعا الرواية فيها تأدب، والأصل الرواية هذا طبعا لي فائدة لكم. أصل الرواية، أحد يعرف أصل الرواية؟ يا أخوان أصل الرواية، أصل الرواية جابت أختنا منال صحيحة، الرواية جاءت هو على ملة عبد المطلب. الصحيح الرواية أنا على ملة عبد المطلب. ما المقصود بأنا وما المقصود بهو؟ يبنكم مستوعبتم إيه؟ لا مو بجهل يا ماجد، لا 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 يا عبد الله، لا 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 لا. رواية جاءت قال ان ابو طالب قال هو على ابن المطلب. شلون يا اخي انت لما تتكلم عن نفسك تقول انا ذهبت الى كذا، لكن ليش الرواية قالت هو على من لا هو على ملة عبد المطلب؟ يتكلم عن نفسه، لكن الراوي ما قال انا على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب. يبدو مشترك طيب خلاص ما أقول فيها، هي للفائدة فقط. هنا الراوي طبعا تأدب حتى لا ينسب لنفسه الشرك وينقلها، فقال هو على ملة عبد المطلب، إن أصلها أنا على ملة. هو يروي عن عبد طالب أو يروي حادث عن أبي طالب، فلما أدركته الوفاة أبو طالب قال أنا على عبد المطلب، لكن الراوي تأدب حتى لا ينسب الشرك له فقال هو على ملة عبد المطلب. استوعبتموها ولا لا؟ إذا ما استوعبتموها خلاص لا يهم، بس هذه الفائدة لكم. بعده بأيام ماتت خديجة رضي الله عنها. طبعا من هي خديجة؟ أول زوجة تزوجها، بل هي هوالة ذكرتها لكم من قبل، هي أول من أسلم على الإطلاق، هي أول من أسلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة اللي هو خديجة. جاوب على ذلك بعض الرواة قال لا، خلنا نقول طبعا في خلاف من هو أسلم، لكن الصحيح أنه خديجة هي أول من أسلم. ثم قالوا لا، كما تذكر أبو بكر وعلي وزيد بن حابد عاد يصنفون، لكن الصحيح أن أول من أسلم عليه خديجة رضي الله عنها، وهي أم عياله ورزق منها الولد كل أولاده منها إلا إبراهيم من النارية القبطية. ما الذي جرى؟ شد الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب وخديجة، حتى أن قريش والمشركين جاءوا ووضعوا التراب على جسد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ساجدا يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذا قال ما نالت مني قريش مثل ما نالت بعد وفاة أبي طالب، يعني ما كانوا ينالون، ما كانوا يسوون بي أو يفعلون بي مثل هذا أيام حياة أبي طالب. لماذا؟ تقديرا لأبو طالب واحتراما له. نسيت المعلق على نقطة، لماذا أبو جهل كان حريصا على عدم إسلام أبو طالب؟ وش ذروة وش يا جماعة؟ نعم يا عبد الله، للأثر الذي سوف يتركه أبو طالب لو أسلم على قريش، زعيم زعماء مكة لو أسلم، نعم يا حسن سوف يسلم الكثيرين بسبب إسلامه، وتذهب مكانة الناس منهم أبو جهل
أبو جهل لماذا لم يسلم؟ عصبية فقط، عنادا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لما اشتد الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليبحث عن منطقة تناصره، تناصر دعوته خارج مكة، فوجد أن أقرب منطقة اللي هو الطائف يا ندى أحسن. لماذا الطائف بالذات؟ ليش يعني فعلا سؤال يا منال، ليش ما راح مثل الهل؟ ليش ما راح اتجه جنوب، راح التهام وعسير وابها؟ ليش ما اتجه مثلا شمال وصل الى اليثرب والمدينه، او طلع يلا راح العراق والشام؟ نعم احسنت، لعده اسباب، لانها قويه يا منال احسنت، لقربها من مكه، لا وش قربها من اليمن، بعيده عن اليمن، بل انها من قوتها بعد مكه، ذكرت في القران الكريم لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم يا ريم، هي اعظم مدينه في الحجاز بعد مكه. طيب وين المدينه؟ لم تظهر بعد المدينه، ليش ما ظهرت؟ متى ظهر شان المدينه وارتفع شانها؟ بعد ان هاجر او بعد ان اسلم اهلها، صاروا من الانصار وهاجر اليه النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفع شانها. الا المدينه قبل ذلك لم يكن لها شيء، كان لها شان وكذا، لكن ليست بمنزله مكه والمدينه. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم يذهب اليهم حتى يناصروه، وكان معه زيد بن حارثه رضي الله عنه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى زعماء اهل الطائف، عرض عليهم الاسلام، ما قبلوا دعوه، فانهم ردوه، الزعماء ردوه ردا سيئا، حتى ان احدهم قال: ما وجد الله الا يختارك انت ستكون نبي، بل انهم تركوا السلطه، يعني الصغار اللي ما لهم عقب، اللي ما لهم كلمه، وذول فعاد النبي صلى الله عليه وسلم يرجمونهم بالحجاره. اشتد الاذى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى انه دخل الى احدى الحوائط. ما المقصود بالحوائط؟ مزرعه، احسنت يا عبد الله، مزرعه. الحوائط يعني عليها اسوار، نعم يا منال، المزرعه يقصد بها المزرعه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم احدى المزارع، يعني دخلها كذا فجاه حتى يحتمي منهم. الأجيب أن هذه المزرعة كانت لرجلين من قريش، عتبة وشيبة بن ربيعة، قريش، وكان لهم صلة قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنهم كلهم من بني هاشم، هاشم بن عبد الشمس، نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحائط وفي هذا البستان حتى يخف عنه الأذى. جاءه الخادم أو الغلام يشتغل في هذه المزرعة واسمه عداس، عشان كان نصراني، جاء أبوه بعض الفاكهة لكنه وقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قرب له هذا الأكل جاء وسمى وأكل، فاستغرب هذا الغلام أو هذا الرجل اللي عداس اسمه عداس عدل غير عربي، استغرب يا أخي، أول مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة أسمع واحد يقول هالكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليه أنت، من وين أنت؟ قال: أنا من قرية إيش؟ أنا من قرية. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: لا قبل يا ندى سألتي. قال عداس هذا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليش أنت، من وين أنت؟ لما قال هذا عداس إني أول مرة أسمع واحد يقول هذا الكلام في هذه المنطقة يعني في الطائف، فقال: يا منال سالم أحسنت، قال: أنا من نينوى. نينوى منطقة في العراق. قال: أنت من نينوى، من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. فازداد عجب عداس، قال: أنت طيب تعال، وش جربت عن يونس هذا؟ مين لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وش قال؟ ها؟ قال: ذاك نبي وأنا نبي. تأثر أي نعم يا منال، تأثر عداس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ولا أستبعد أن عداس هذا كان نبي شيء من العلم بالكتاب، ويبدو لي أنه رأى شيئا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو لي تحديدا الخاتم النبوة،
وين خاتم النبوة كان فيه؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. أين كان؟ أين نعم خليفة تأتي فيه. وهذا غريب، عادة الأنبياء تأتي علامة النبوة يعني بروز في الجسد، ريش، حبة، شامة أو كذا، انتفاخ بسيط في اليد، جاءت خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء أو خلف كتف النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء الذين شفوا كانت تأتيهم في اليد اليوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يبدون أنه رعاف فتأثر ويقال أنه أشهر، لذلك يؤدونه من الصحابة اللي وعداس على خلاف بين العلماء. يعني أعتذر كثيرا دخلتكم في مسائل الخلاف، لكن هي الفائدة، هي الفائدة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وكان معه عفوا من الطائف إلى مكة وكان معه زيد بن خالد. الطريق صار له أشياء غريبة، من تلك الأشياء الغريبة أنه قطع مسافة طويلة وهو لا يدري عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا في الشارع، قال خرجت من الطائف وكذا كذا، وما وعيت إلا وأنا في قرن الملاجئ. حسب المسافة التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أنها 53 أو في الخمسينات، 50 كيلو يعني قطعه النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري وين راح، أصابه الهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما وعيت إلا أنا بجبريل، جايني جبريل. هنا نأتي إلى نقطة مهمة اللي هو وسائل تثبيت وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وسائل تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ووسائل تسلية يعني إذهاب الحزن والهم من النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت ثلاثة أمور كثيرة، لكن من أهمها ثلاثة أمور: أولا عرض ملك الجبال عليه، إسلام الجن، أخيرا حادثة الإسراء والمعراج. نأتي إلى عرض ملك الجبال. جاء جبريل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ملك الجبال مر بما شئت. فجاء ملك الجبال وسلم عليه وسلم قال يا محمد إن الله قد سمع كذا ما قاطعه، ولو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبين جبلين في مكة، يبدو أنه جبل أبي قبيس وبني النقاع أو قعقاع بهذا الاسم، جبلين في مكة. قال لو شئت أطبقت عليهم، يعني مثل الزلازل في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، رفض، قال إني لأرجوها. نعم قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابه من يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا. وفعلا خرج عدة منهم عمر بن العاص ومنهم خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، خرج صحابة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى مكة ودخلها ليلة. الوسيلة الثانية، هل الوسائل تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم عرض ملك الجبال؟ الوسيلة الثانية اللي هو لا إله إلا الله الإسلام والجن. نعم، وهذه غريبة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي جاء مجموعة من الجن كمل أوقف يعني؟ تريدون أوقف؟ ما عندي مشكلة، مشكلة ما خليتهم يكملوا هذا. أكمل خلاص خلاص في محاضرة خلاص يعني خلاص.
خلاص يا اخوة في محاضرة. والله ما دريت الله خلاص نكمل. ما ودي اخونا عبد الله اليوسف من حقي يعني يستفيد من المحاضرة. وإذا أردتم الصدق، يا أخوان ويا أخوات، المحاضرة من غير زميلنا عبد الله اليوسف ما أتوقع أنها ذات فائدة. إذا طلع عبد الله من سوف يبقى؟ وفيكم البركة. في أي أسئلة استفسار نتوقف يعني ما في مشكلة، نعودكم إن شاء الله الأسبوع القادم. بقي لنا ثلاث محاضرات أو ثلاث لقاءات لعلنا نبرد شوي. لعلنا نبرد، نعودكم إن شاء الله. في أي أسئلة أو استفسارات؟ أي أسئلة أو استفسارات؟ اللي يريد أن يخرج فليخرج يا أخي، خلاص انتهيت. المقرر على يبدو أنه أول مرة تحضر أو تحضرين، يبدو أول مرة، طريقة ناسية يعني. تابع المنتدى، تعرفين الطريقة. المقرر ما عندي مقررات، أهم شيء عندي الأسئلة تجاوبون عليها. نبراس، تبيب، أي شيء. يا سلام نخرج يا اخوان يا اخوات. من اراد الخروج فليخرج في وقت كويس. انا كويس يا اخوان.